إبيليبسي. إبيليبسي قبل ما نحن نخش في الإبيليبسي، لأنه هي من the most important brain disorder، محتاجين نعرف مصطلحات بتقرب لنا نفهم شنو الإبيليبسي. عندنا أول حاجة مصطلح سيزر. سيزر عندنا مصطلح convulsion، عندنا مصطلح إبيليبسي. السيزر هو شنو؟ إذا كان this is the brain، في abnormal tissue هنا، tissue حصل فيها ischemia، أي tissue حصل لها ischemia معناه بيحصل لها death، معناه تتحول بشنو؟ fibrosis. وأي tissue تحولت لها fibrosis معناه بتطلع discharge لا إرادية، ما عليك كيف تطلع discharge، كهرباء. كونها تطلع كهرباء، كونها تطلع كهرباء كثيرة، ريبيتي شنو إلكتريكال إمبلس، دي بسموها سيزر. السيزر دي لو بقى الظاهرة في شكل موفمنت بسموها كونفولشن. مجموعة من الكونفولشن مور ذان تو، تجيب كل مرة كونفولشن مع كونفولشن مع كونفولشن، دي كده شنو؟ إبيليبس. عرفتوا؟ لو كانت قبالة بس في الدماغ دي بسموها شنو؟ سيزر. ممكن تكون إيديوباثيك، ممكن تكون شنو؟ ميبي بسبب بوست ستروك، يعني حصل له ستروك، حصل له اسكيميا، مات التيشو، حصل له شنو؟ ابيليبسي. عشان كده بيقول انه في الستروك كومبليكيتد باي ابيليبسي برضه. ما علينا. اذا سيزر حاجه ما شايفينها، بقى شايفينها بحركه ونجي قدامنا بيرفض الزول ده، معناه شنو؟ ذيس از كونفولشن. الكونفولشن بقت كم مره؟ دي كيف سموها شنو؟ اذا ذا تندنسي اوف ذا ريكرنس كونفولشن هي شنو؟ ابيليبسي. tendency of the شنو recurrent convulsion اللي هو unprovoked يسموه unprovoked، تجي شنو سيزر في فترة أكثر من شنو 24 ساعة، يعني مثلا في اليوم الواحد جات أكثر من مرتين، مع السلامة يا حبيب أنت في عالم الإبيليبسي، فيها مشكلة. طيب الأسباب بتاعتها، أشهر سبب إيديو، بسك ما عارفين نحن والله أشهر سبب إنه إيديو باثيك. ايديو باثيك. ثاني حاجه ميبي اورجانيك. اورجانيك بسبب شنو؟ بسبب سكندري ديزيز. زي شنو؟ اشهر ديزيز ممكن يعمل لنا اللي هو سيريبرال مالفورميشن، ممكن تكون بوست تروماتيك، بوست هيموراجيك، بوست انفكشوس، ولا ايفن ديجنراتيف ديزيز، ديجنراتيف برين ديزيز. اذا ميبي شنو؟ سكندري. سكندري لاي حاجه، اي حاجه ما قلت عليكم بس. secondary ischemia لانفكشن لهيموريج لكيمياء مشتروم واي حاجه في شنو يعمل لك الزول ده كان كويس عمل حاجز بعد ذاك شنو كل مره خاش في تشنجات وكده خلاص بعد زول بالحاله دي كان كويس امانتي الله زول في امانتي الله امانتين الله عمل حاجز راكب لي في موتر وقع من الموتر ضرب راسه عشان خاش في شنو كل مره خاش في تشنجات مشخص بشنو بإبليبسي، بياخذ في الدواء بتاع الإبليبسي. The classification of the إبليبسي معتمد على كمية من شنو؟ من الحالات، لكن إن درجة آخر شيء على اثنين، maybe generalized، maybe localized أو partial. generalized معناها في يكون في شنو؟ جنرالايز في كل يعني جزء كامل يعني، اما بارشل بتكون في جزء معين. مثلا بارشل دي شنو؟ بارشل بتجي في جهه واحده، ممكن تجي في اليد دي بس، تجي في اليد دي، او تجي في الوش، في العين، حركات عين كده، او تجي في الرجل. تمام؟ اذا ما يبي شنو؟ التايب، التايب حقاتنا ما يبي partial او اسم الثاني focal او maybe شنو generalize. طيب generalize و focal
في حاجات بنفرقهم بها. عندنا أهم حاجة بتفرقهم اللي هو وجود شيء بيسموه أورا. اتكلمنا عن الأورا قبل كده صح؟ أورا تكلمنا عن أورا. يلا دي ما فيها أورا في الغالب. There is no aura. دي فيها أورا. يعني شنو أورا؟ أورا حاجة بتجي شنو؟ قبل يعني الزول ذاته بالمناسبة بتاع اللي بلبسي عارف إنه حيخش شنو في اللي بلبسي. بيحس لأنه من جوا الحالة دي. زي الحالة بتجي للزول مثلا شنو؟ زي شعور النوزية. شعور النوزية معناه أنت وكده تسافر بتكون عارف نفسك صح؟ حتى بتطلع من الجماعة بتكون مش عايز تسافر صح؟ إنه حسيت إنه خلاص هتسافر هتسافر نفس القصة. أو شعور العطسة يكون زول ده يحس. لا حاسس نفسه يجهز نفسه كده للعطسة عشان يزوغ منه. صح؟ ليش ندي ديال أورا كده يعني؟ هو زول بمشي يجهز نفسه بعد. طبعاً بتاع الإبليبس الذكي. الزول عنده إبليبس وزول ذكي. بيقوم شنو؟ بيقوم وكتجيه الأورا دي خلاص. في أي مكان بيمشي زيش من المكان. لأنه لو قعد في المكان ده وصر يقعد حيجيه اللي بيلبس في مكانه ده. عشان كده بتاع اللي بيلبس الذكي بيتخارج من الموقف. بيمشي لمكان مثلا يكون ما فيه خطورة له. أو يرجع بيتهم سريع لو بيتهم قريب. عشان شنو؟ اللي بيلبس على الأقل تكون فيه شنو؟ في البيت. لكن طبعا ما في زول بيفشل بيعمل الحركة دي لأنه ما بكون عندهم العرفة اللي يقدر يتم شنو. طيب عندنا في حاجات برضو بتجي مع الإبيليبسي حاجة يسموها دي جافو. دي جافو ده بمصطلح فرنسي دي جافو. دي جافو الدي جافو دي شنو؟ ده شعور maybe يكون طبيعي maybe يكون باثولوجيكال. اللي هو شنو؟ انك تكون قاعد مع ناس تحس نفسك قعدت نفس القعدة دي مع نفس الناس دي شربت نفس الشاي ده. يا جماعة فيلم ده معادلة شنو؟ هو الحياة المكررة. حد ما تعمل كده ذاتك ده خيال ولا دي حقيقي. فده شنو؟ دي سموها ديجافو. الديجافو ده التفسير العلمي حقه شنو؟ لزول فيسيولوجيكال يعني. عندنا الدماغ عندنا الرايت وليفت شنو هيمسفير. في واحد بيجي شنو؟ تجيه الدم اسرع من الثاني بكسر من الثانية. فبالتالي اللي بيجيه الدم سريع ده بيقوم بيلقط اللقطة دي بيجهزها بيرجعها في المخزن حقنا في الليمبيك سيستم طق تكون قاعدة. وكتجي التروية الدموية الثانية تلقى شنو؟ الصورة دي قاعدة. بيتخيل لنا شنو؟ الشغلة دي أصلاً قاعدة عندنا زمان. لكن هي بكسر من الثانية مسجلة. عرفتوا؟ دي ده تفسير شنو؟ الديجافو. عكسها حاجة يسموها الجاميفو. ذا جاميفو دي شنو؟ جاميفو اللي هو زول بيجي مكان مثلا زول يجي الغاء دي واصلا من الناس اللي قاعد يجي الغاء يقول المكان ده اول مره اجيب. المكان ده انا اول مره اجيب. مكان غريب جدا بالنسبه لي. اللون ده عاجبني. وعنده كان قاعد يجي هنا وقاعد يحضر ايش. فزول بينكر الحياه اللي اصلا فاميليال معاه. عرفتوا؟ يمشي الجامعه مع انه قاعد يمشي الجامعه لكن متخيل شنو انه الغاء دي اول مره يخشها. فدي بسموها برضه شنو؟ جاميفو. جاميفو دي جافو. دي الاثنين بيكونوا برضو شنو؟ دلالة على انه ذول ده خاش في شنو؟ يخش في السيزر. طيب الحاجة الثانية البارشيال او الفوكال ما كثير. الكثير منه الجنرالايز. اختلافهم غير الاورا والكلام ده اختلافهم في شنو؟ في التريتمنت. اختلافهم في شنو؟ في التريتمنت برضو مختلفين. الجنرالايز ممكن نقسم فيها تقسيمات. عندنا اول حاجه ابسنت سيزر. ابسنت شنو؟ سيزر ده اول نوع منه. عندنا ثاني
tonic colonic tonic colonic عندنا الثالث مايو كلونيك عندنا الرابع ايتونيك عندنا ثاني برضو واحد اللي هو يسموه انفنتايل سبازم انفنتايل سبازم يلا نشوف واحد واحد الابسن سيزر ابسن سيزر الزول بيكون شنو حق اطفال بيقول لك دائما الابسن سيزر الام بتيجي تقول لك شنو تقول لك ولدي ده بكسر الكوابي كثير بيكسر الكوابي كيف لانه يكون ماشي على الكوبايه فجاه كده يجي شنو تجي هو سيزر بيجي لك كثير مستحيل ثاني شنو بيرجع عادي اي حاجه في يده بفكها دي بيسموها شنو ابسن سيزر بفك الكوباية لو كان بيقرا الأستاذ يقول لك الزول ده بيتري كثير بيسرح بيسرح كده بعدين شنو عنده ستيرنج بيحدق تقول الزول ده قاصدني ولا شنو؟ زعل ليه مالك؟ بعد شوية كان سألته ما بكون عارف ذاته الحاصل شنو ما قاعد عايل لك أنا يقول لي حصلت بالمناسبة حصلت كثير يعني إنه يكون عنده شنو أبسن فيزر بيقول لك مستوى الطفل ده شنو؟ يدنى في الكراس كتابته مقطعة كتابته مقطعة يعني بيكتب تذكر نفسه كتب كلام ثاني رجع يواصل يكتب كلام ثاني ثاني يرجع يواصل كده في فيديو في النت في اليوتيوب شوفوا بتاع طفل عنده أبسن سيزر يصورونه كده هنا طيب بتكون طبعا أقل من 10 ثواني بتجي الأبسن سيزر أقل من 10 ثواني وتكون صدم لو كنت بيتكلم معك بيجيب من الكلام والله طبعا حصل الليلة في الروضة الدونة ساكت يعني فدي شنو تكون أقل من 10 ثواني ويوقف الكلام أو أي حاجة شايل فكة شايل تلفون شايل كوباية بكسرها دائما حاجة شنو تشايلد هود فيها حاجة تونيك كولونيك يلا دي هنتكلم عنها تونيك فيها تونيك فيس تونيك فيس دي شنو كلمة تونيك معناها كونتراكشن ما منها تونيسيتي قاعد نقول هايبرتونيا صح تونيك فيها كونتراكشن الكونتراكشن بتاع اللي بيلبسي بيشدوا نفسهم يعني يددك بيشدين كده وبشد رجلي او تحت كل شنو عندهم لو قلت لك دول مشنج تلقاه واقع كده شنج بالطريقه دي يددك شنو بشدين كده ما عندهم الكنشل كده دي نادر بيقعوا كده بيفرفروا مرحلة التونيك فيس بيحصل كونتراكشن ان اول مسل ايفن شنو الفوكال كورد الفوكال كورد برضه شنو بالشيت عشان كده بيكون عندهم ابنيا ابنيا شنو ابسن اوف ذا بريذنج والابنيا مع شنو سيانوز بيكون سلايتلي سيانوز لفتره بتاعت اقل من 30 ثانيه فتره اقل من 30 ثانيه ما في نفس ما قاعد يتنفس زود واقف من النفس لتنو فتره اقل من 30 ثانيه يسموها تونيك فيس وفي التونيك فيس ممكن يلاقي لسانه ويعضيه يعض لسانه في التونيك فيس ممكن تعرف شنو بيقع في التونيك فيس في مكان هو مجهز فيه نفسه وده هنا حتدخلنا في فرقة بين الناس الممثلين اللي هو سماه سودو إبليبسي والترو إبليبسي دي ممكن تساعد منا سودو إبليبسي والترو إبليبسي السودو إبليبسي حقت البنات ولا الأولاد حقت البنات طيب السودو إبليبسي كيف أعرف قالوا كالآتي تجيب البيشن تسأله وقت هو وقع في التونيك فيس او التونيك كولونيك الاثنين الحاصل شنو يقول لك؟ يقول لك والله طبعا مشيت ووقعت وكده ده زول معناه ممثل واعي لو مذكر الكلام ده انا زول ده ممثل لانه اي بيشن خش في بيليبس يكون شنو؟ انكونشس ما واعي بعيش بيقوم بيقول لك شنو؟ والله حصل لي او قالوا لي قالوا لي انت عملت كده الناس شافوا قالوا لي انا والله ما انا ما عملت كده انا ما عملت انا ما عارف ذاته انا وين وهو شنو ما عارف ايش ده كنت ترو لكن الزول اللي بيقول لك هو شاف وعارف الحاصل ده بيكون شنو بيكون هو الجنرالايز او التونيك كولنينج
طيب تاني بيكون بيجهز المكان. يعني مثلا قلبي لو عايزه تقع تقع لكم في الزلط ما بتقع في الزلط, بتبقى بالذات ما عارف الفهم, بتقع دائما في مكان فيها ناس عشان تعمل شو للناس كده مثلا, حيث ناس تدوب عليك كده ما شغالين بيها, تقوم تقع لهم في الكنو في الغاعه وتعمل لهم هنا ده قلب لبسي ويشيلوها يا جماعه يلا ودوها ودوها يجيبوا لنا يجيبوا العربيه وكده وعمل الشو وقف المحاضره والدكتور لغاه وتجي بكره ان شاء الله في النهايه شنو سودو يبلبس عرفتوا, يجهزوا المكان. الحاجه الثالثه الاسفنكتر, هنا بيحصل له بتاع اللي بلبسي التروي بلبسي بيحصل له يورينيشن مي بي ديفيكيشن, يورينيشن مي بي ديفيكيشن لكن في الغالب شنو يورينيشن يورينيت اون هيم سيلف ما حاسي, لكن هناك ما في لا هو اصلا ده شو يعني ما للدرجه دي كمان قاعدين نمسيني. طيب ال دي التونيك فيس صح, اذا التونيك فيس دي المرحله بكون ما واعي فيها ولا اي حاجه, الكونيك فيس برضه ما واعي فيها, لكن الكونيك فيس هي سموها فرفره الذبيح, الخروف بعد ما يطبحوا ده في حاله الكولونيك, الخروف بعد ما يطبحوا بيرفض كده ده كولونيك, This is colonic phase. نفس القصة. ده برضه شنو؟ بيكون repetitive contraction and relaxation. Contraction and relaxation. بيكون repetitive contraction and relaxation لفترة تكون أقل من 3 أو 5 دقائق maximum. ما قاعد تعد كده. إذا دي قاعد تكون 30 ثانية أو أقل من كده, ودي بتكون شنو؟ أقل من 3 أو 5 شنو دقائق. يعني 3 إلى 5 دقائق كده الرينج بتاعت colonic phase. خلاص؟ عرفتوا يا جماعة؟ طيب الايام بتاع التونيك كولونيك في مرحله الكولونيك بيفقد الكنترول بتاع السفنكتر, ممكن يحصل فيها تاني عض لسانه, ممكن في المرحله دي يحصل له فراكشر بيضرب طاق اي حاجه بيكسرها, في المرحله دي ممكن بسبب الرفس الكثير يعوج نفسه يحصل له شنو بيجرح نفسه بالوطابه اي حاجه, حاجه خطيره جدا في مرحله شنو الكولونيك. بيكون فيها حاله بتاع شنو بعد ما يصحى من الفتره دي, اول حاجه ممكن يخش في براليسيس وبسموا النوع من البراليسيس تود براليسيس, بيسموه تود براليسيس. التود براليسيس ده بيسموه بوست ايبليبتيك براليسيس, يعني بعد ما يدق الابليبسي دي يقوم في حاله بتاع شنو برلس, حرك كراك ما قادر يدك ما قادر بيروح, لكن بيروح في نفس اليوم. بعدها بيشعر بفتيق, ليه الرفس الكثير ده يخلي شنو فتران وبصدح صداع شديد, الصداع اللي بيجيه ده حتى قلت لكم في الديفينيشن بوست شنو بوست ايبليبتيك برضه شنو بيجيهم صداع, تاني بيكون عايز ينوم بس عايز ينوم, وبعد ما يصحى يقول لكم انا وين في شنو مالي مالي انا يا زول استغفر يا زول يا جماعه شيلوه ودوه المستشفى. اذا جاته في اليوم قلنا اكثر من مره ده زول عندي بنفسي ثابته, ممكن تكون بعدك سيريبرال ملاريا, تكون خاشي في شنو اي انفكشن او اي حاجه دي كديفرنشال شنو دايجنوز. وقعت لكم التونيك كولونيك, اذا التونيك كولونيك اشهر واحده وبنسبه كبيره جدا موجوده وتنشاف, ممكن تلاقيكم ممكن تكون لقيتكم و running in family, يعني unfortunately هي running in family بتكون في الاسره عادي, يعني مثلا ده عنده فلان عنده في اهله عنده قريب فاميلي اللي عنده شنو جينيتك بريد ديسبوزي يعني unknown ما عارفين لحد هسه السبب شنو. عندنا المايكلونيك, المايكلونيك هو sudden jerk of the شنو of the limb face and trunk, العيان هنا بتبدا من شنو بتبدا من الصم وتبدا تتحرك بعد الثاني حرك يده هنا كله بيسموه جاكسونيان, الجاكسونيان موفمنت بيحرك زي شنو جاكسونيان يعني زي زي ناس الجيش يده بتتحرك برا اسف بتاع الجيش ممكن قاعد كده جيش انا ابو ساير رد بيعمل كده ولا اراديه صح, فدي بيسموها جاكسونيان بيتحرك شنو في اتجاه واحد دائما مايو كلونيك سيزر سادن جيرك اوف ذا شنو اوف ذا ليمب اند فيس اند ترانك. ممكن بالمناسبه زول تلقائيا رتي يقع في الوطن. عندنا الايتونيك, الايتونيك هنا العيان بيفقد
شنو التحكم في جسمه في عضلاته ممكن رتقة ما في حاجة إيه تونيك إيه ما في حاجة أبسن يعني ممكن إيه عندنا الإنفنتايل دي سببه دائما شنو عنده سبب واحد يسموه تيوبرس إسكارلوزيس تيوبرس إسكارلوزيس in the brain ده بيعمل حاجة ما إنفنتايل إسبازم تشبه شنو تشبه السيزر ده الكلاسيفيكيشن بتاع السيزر اللي حد داسي شغالين به الفوكال قلنا ما حاجة كثيرة الفوكال مقسمة إلى ثلاث تقسيمات أول حاجة بيقولوا يا إما فقد فيها الوعي اللي هو فقد الكونشسنس إمبير ذا كونشسنس أو شنو ما فيها إمبير ذا كونشسنس ما فقد الكونشسنس إذن في البارشيال إما فقد الوعي إما ما فقد الوعي إذا فقد الوعي دائما بيكون معه شنو إذا فقد الوعي العيان بيخش في الجنرالايز شنو تونيك كولونيك بنخش فيها ويكون معها بارشيال أورا بارشيال أورا والموست كومون أرايز فروم ذا شنو تيمبورال لوب عندنا حاجة اسمها تيمبورال لوب إبيليبسي دي شهيرة بالمناسبة نعرفها التيمبورال لوب أصلا في الأناتومي مسؤول من الإسميل تيمبورال لوب وشنو الإسميل أريا أي عيان عنده تيمبورال لوب إبيليبسي ده التيمبورال لوب ده في التيمبورال لوب إبيليبسي يسموها تيمبورال لوب إبيليبسي ده اللي بتميزه بحاجة الأورا حقتهم مميزة أورتهم بشنو بشموا ريحة غريبة ولك بشم ريحة ليستيك محروق بشم ريحة حريق حاجة محروقة مع إنه ما في ريحة لكن لأنه شنو المكان اللي جاي منه دي مكان فيه شنو فيه أب نورمال سيزر إذا التيمبر اللوب بليبسي عندهم أب نورمال إسميل اللي هو شنو سموك إسميل سموكي يعني ده شنو حاجة محروقة في دخان في حاجة ده ريحة الليستيك المحروقة العربية تفحت مسافة كده مش تطلع ريحة بس دي شماهم ممكن يكون بعد ذلك ناس الإمبير في الكونشسنس ديل بيكون عندهم البوست يسموه بوست إكتال كونفولشن علاج ناس الإبيليبسي علاج شنو عندنا the epilepsy is treated by multiple disciplinary team عندنا multiple disciplinary team أو أوروش لكن في النهاية بندي anti-epileptic drug and the anti-epileptic drug عندها أسامي بتتحفظ anti-epileptic drugs الاختصار بعالمي anti-epileptic drugs بنفس الاختصار نحن محتاجين نعمل good management للبيشن ونديه according to the type of the seizure يلا نشوف البارشيال عندنا فرست لاين بارشيال اي واحد عندها فرست وسكند البارشيال عندنا كاربميزابين السكن باعتباره ممكن يكون معه لا مترجين السكن عندنا صوديوم فالوبريت الجنرالايز عندنا الفرست هو بيقى صوديوم فالوبريت السكند بيقى لنا هنا كاربا ميزابين إذا يتبدلوا صح؟
nasal absent sodium valproate nasal myoclonic sodium valproate nasal tonic sodium valproate كلهم شنو sodium valproate هو الفيرست لاين. اذا الفرقه الوحيده هي منو البارشل بدون كارمابيزابين ده الخيار شنو الاول. العيان بتاعنا ممكن نعمله شنو سايكولوجيكال ثيرابي وفي بعض الحالات محتاجين نعمل سيرجيكال انترفينشن. والسيرجيكال انترفينشن دي اذا كان شنو في لوكال يعني حاجه لو شلناها شنو زول بيرتاح. الابيليبسي ممكن تقتل بتعمل حاجه بسموها صدن انكسبلين ديث ان ذا ابيليبسي صدن انكسبلين ديث اوف ان ذا ابيليبسي كده صدن ان اكسبلين ديث ان ذا ابيليبسي الصدن انكسبلين ديث ان ذا ابيليبسي ده بيجي دائما الزول جات ابيليبسي بالليل قاعد في البيت في امان الله جات ابيليبسي وكتم نفس وخش في الحاله بتاع شنو التونيك فيس ومننا شنو باص عرفته ممكن تكتب. الانتي ابيليبتيك دراج السايد افكت حقتها تتعرف وعندنا شرط اذا جات مرة حامل عندها خيار ثاني. الكاربميزابين كاربميزابين من ضمن الادويه اللي يستحيل تديها لمرة حامل ما ينفع. ليه؟ لانه تيراتوجينيك دراج تيراتوجينيك دراج خطر. السايد افكت بتاعته بيعمل ليوكوبينيا ينقص الوايت بلود سيلز ده منه ده الكاربا ميزابين اول حاجه. ثاني ممكن يعمل لك شنو؟ ممكن يعمل بلوريد فيجن وديبلوبيا ممكن نعمل سياده. ممكن يعمل ديبلوبيا ممكن يعمل لك شنو؟ بلوريد فيجن بشاش في العيون. ممكن يعمل راش. اللاموتريجين اللاموتريجين ممكن يعمل حاجه يسموها ستيفن جونسون سيندروم ستيفن جونسون سيندروم. وستيفن جونسون سيندروم هي رش بتكون في الجسم رش ممكن تقتل بالمناسبه. ستيفن جونسون سيندروم هي ماكيولو بابيولر رش ماكيولو بابيولر رش دي ممكن تكون اخطر حاجه. بعد الثاني ممكن يكون فيه شنو فيه تريمر ممكن يعمل فوميتنج تريمر وفوميتنج يعمل تريمر وفوميتنج. وده الدواء الوحيد اللي بيديه للبريجنت ليدي. لو جابوا لك في سيناريو جاتنا مره جات شنو ما عارف وهنا نفس الكراتيريا بتاعت البيبسي وهي بريجنت تدو شنو؟ لاموتريجين ما تدي غير لاموتريجين نهايه ما ينفع لاموتريجين سيف ان بريجنت. عندنا بالنسبه للصوديوم والبريت صوديوم والبريت هو تيراتوجينيك ما بنديه للمراه الحامل بيعمل كميه من شنو؟ من السايد افكت. اول حاجه نوزيا ذا فيري كومون سايد افكت از نوزيا بيعمل نوزيا. بعد الثاني بيعمل ليفر فيليا بيعمل بانكرياتيتس بيعمل هير لوس بيعمل ايديما تريمر ثرومبوسايتوبينيا انكفالوباسي ده كده بيعمل لكن اكثر حاجه بيعمل شنو؟ نوزيا برضه بيزيد الوزن بيزيد شنو؟ بيزيد الوزن يعمل ويت جين. عندنا الفينيتوين لكن الفينيتوين ما بيستخدموا ذا فيرست لاين. ذا فينيتوين ذا اخر كلام قالوا الى الان انه الفينيتوين ما تقولوا هو الفيرست لاين. الفينيتوين ما الفيرست لاين نهائيا. ليه؟ لقوا عنده توكسيسيتي خطيره. التوكسيسيتي بتاعته شنو؟ بيعمل اول حاجه ديبلوبيا وتريمر بيعمل اتاكزيا بيعمل شنو؟ اتاكزيا ممكن يعمل ديبريشن ودخلنا في شنو؟ في مشاكل بتاعه شنو؟ جم هايبرتروفي جم هايبرتروفي اللي هو عمليه تضخم في الجم. الكاربميزابين والفينيتوين كلهن بيعملوا حاجه يسموها ليفر انزايم انديوسر يعني لو دخلت ادويه معين بيخليها انها تشتغل سريع عشان كده ما ينفع تضيفهم مع ادويه. مره حامل عندها حمل مرة حامل جاية حاليا بالحمل بتاعها هتديها شنو؟ ها؟ لاموتريجين بس لاموتريجين يا جماعة غير كده ما ينفع أي خيار بتقوله ما نافع في مشكلة. إذا ذيس شنو؟ إبيليبسي بكل الكلام الموجود فيه.